هذه المرة بالذات يعني ممكن كان لها تأثير. يعني الأول في البداية احنا ما كناش مصدقين لأن كذا مرة رحنا وما نفذناش، فالمرة دي احنا رايحين ننفذ بقى بجد. السبب اللي ما كناش بننفذ ده كان ضمن خطة الخداع، عشان نعود العدو على انه احنا ايه هنعمل حاجة بعدين مش هنعمل هنعمل. في الاخر هو اخر مرة لقى نفسه انه فعلا مش هي يعني ما خدهاش بالاكتراث اللي هو بياخده كل مرة، عنصر المفاجأة، وبالتالي فعلا تحققت المفاجأة. بس يتأكد لينا ان هذه العملية هي العملية الحقيقية والتي ستنفذ بمجرد عبور او الطائرات اللي هتنفذ الضربة الجوية الاولى اللي هي الضربة الجوية التي تم تنفيذها بالقوات الجوية. وده على فكرة ترتيب او تسلسل تنفيذ العمليات الحربية القتالية. فبيبدأ الاول بضربة جوية، ثم بعد كده نيران المدفعية، وبعد دي تبقى بتضرب بقصفات، ثم بعد ذلك يبدأ المشاة في الاقتحام لقناة السويس واقتحام القناة وتسلق الساتر التراب. تأكد لينا فعلا اول ما شفنا الطائرات في الجو انها فعلا هتنفذ العملية الضربة الجوية. اذا احنا دخلنا في الجد وفي الحقيقة، واللي كان كل واحد موجود ضمن افراد الكتيبة بالكامل وضباطها وقادتها، وهم طبعا ضباط الكتيبة 18 دول يعني من اعز الناس الى قلب الواحد الحقيقة، وكانوا مثل وقدوة يحتذى بها، وكانوا مثال للتعاون وروح الود، و في نفس الوقت كانوا الروح القتالية الكبيرة، لأن احنا شاركنا في معركة كبيرة جدا في هذه المنطقة بالذات يعني. فمن هنا تأكد لنا ان العملية الحقيقية بدأت، وبدأنا فعلا نتتبع الى ان رأينا كمان الطائرات بتعود مرة اخرى، لان الضربة دي بتاخد دقايق يعني كل شيء محسوب كان بالثانية يعني. فبعد ذلك بقى الناس بدأنا نقتحم بقى القناة ونعدي الناحية التانية. خليني اسال حضرتك، الانتصار، وقت الانتصار كان ايه احساسكم؟ كنتوا وقتها بعد كل الايام دي، ويمكن كان قبلها في سنين طويله من المعارك والحروب، كان ايه احساسكم يعني في اليوم ده؟ ما سبق اليوم ده بالذات احنا لازم نتكلم على الحقيقه الجميع اللي كانوا موجودين في القوات المسلحه، سواء كانوا قاده او ضباط او من الصف او الجنود، لأن ليهم فضل كبير جدا في أنهم نقلوا لنا اللي زي أنا، أن أنا متخرج في يناير 70، فيعني كان في ناس مجندة في الجيش من المجندين من سنة 64 ومستمرين، وجزء منهم كان خرج ورجعوه تاني، فكان ليهم خبرات عظيمة جدا في القتال وفي حرب الاستنزاف بالذات وفي مواجهة العدو. هذا يعني هذه الخبرات الحقيقة لم يبخلوا بها علينا، سواء كانوا جنود أو ضباط صف أو القادة بتوعنا بالذات يعني الحقيقة. وأذكر منهم حتى كان في وقت من الأوقات كان في غارة جوية في منطقة الأصاصين بتستهدف قاعدة الصواريخ تحت الإنشاء، وأنا كنت ملازم بدرب الفصيلة في في المنطقة اللي احنا فيها في الأصاصين. وبعدين الطيران بتاع العدو بدا يضرب فيها، فانا بدات اتفرج اشوف الدفاع الجوي بتاعنا وبيضرب عليها، وبعدين الطيارات دي بتعمل ايه وبتضرب ايه. واقف اتفرج فلقيت المساعد بتاع السريه، وكان اسمه رمضان، ما انساش اسمه لغايه دلوقتي، ده مساعد صول يعني، وراجل محترم جدا ربنا يديله الصحه بقى اذا كان عايش يعني. راح شايلني، كنت طبعا جسمي قليل يعني، انه راح رميني في حفره ونزل فوق يعني كده عشان يعمل لي حمايه من نتائج ضرب الطيارات، لان الطيارات بعد ما بتضرب الاهداف الرئيسيه لو لقيت اي عناصر من المشاة او خلافه او اي وحدات بتضرب عليها رشاشات في كرزات يعني رشاشات منها. فهم فعلا عملوا كده، هو رماني في الحفره ونزل. فده طبعا يعني دليل على الروح اللي كانت موجوده بين الافراد بين الموجودين، مفيش تمييز، ولكن في مقاتل موجود، هذا المقاتل جندي ضابط صف ضابط قائد كبير، هو في النهايه هو مقاتل يعني.
هرجع اسال حضرتك عن الذكريات مره اخرى، ان الذكريات يمكن كتيره مش قليله، والابطال كمان كتار مش قليلين، تحديدا في حرب او في نصر اكتوبر. بس هرجع تاني سنتين قبل نصر اكتوبر ل 1971، ما بعد تخرج حضرتك من الكليه الحربيه لمعركه الدفرسوار. خلينا نتكلم عن هذه المعركة، هي أيضا بتسمى بثغرة الدفرسوار. خلينا نتكلم عن هذه المعركة، أهميتها أيضا حتى ما بعد ذلك في نصر أو تحقيق نصر 73. طيب احنا لما رحنا الدفرسوار برضو عشان ندي كل حاجة حقها، الأشقاء الجزائريين كانوا موجودين في مطار الدفرسوار في هذا التوقيت اللي احنا انتقلنا فيه إلى منطقة الدفرسوار، وأشقاء من الكويت وأشقاء من الجيش الفلسطيني كانوا موجودين على البحيرات. كل ده احنا كنا ده شفته يعني الحقيقة، وكان موجود وشفناه يعني.